لا تكوني مفكرتيني مو مستعجل للرجعة على البيت. بس بالنهاية ديشا بنتي، ما فيني اتركها تنحبس كرمال استغل الفرصة لأقدر ارجع على البيت. بعدين لا تنسي انه هذا البيت باسم امي، يعني لازم اقنعها لأقدر اخده منها، لهيك ضروري اني اعمل شيء مشان تقتنع بفكرتي. البنات مفكرين انه امهن تقدر تعمل كل شيء وبتحل اكبر مشكلة، بس من هلا رح يصيروا يعرفوا انه مستحيل يستغنوا عن ابوهم بحياتهم، وانه وجودي اساسي. حبيبي انت رحت لهونيك لتطالعون من البيت، بس شايفه مشاعر الابوه عندك فائت. هي اول مره بكل حياتي بشوف ابوكم عم بيعمل معكم شغله منيحه. بس بتعرفي يا ديشا، انت لازم تروحي تتشكري. ولازم ترجعي تنادي له بابا. حدا بيحب يروح معي على السوق؟ هلا بصراحة بابا اليوم بده يروح، لهيك أنا رايحة وضعه. ستي أنا رايحة على غرفتي. بنتي فيكي تفهمني انت ليش عم تحاول تثبت حالك لأبرجيتا؟ تعرف شو حاسه؟ عم حس انه انت اخر همك تاخذ البيت، وانا الوحيده هون اللي عم قتل كرمال اخذه. اسمع مني، مو انا مرتك ونحن متزوجين، لهيك أنا إلي حق بهداك البيت صح؟ بس كل هالشي مو فرقان معك، بعد كل هالسنين على زواجنا أمك والناس اللي عايشين هون ما عم يتقبلوا زواجك مني لهلا. حبيبي حبيبي فهمني شغلة واحدة، انت يعني زوجتني غصب من عنك شيء؟ جاوبني. اكيد لا. كنت حابب تتزوجني؟ لكان ليش الكل هون؟ مهيني اسمعيني رؤي، تعالي عادي شوي، عادي ارتاحي. مهيني أنا وياكي متزوجين ومبسوطين كتير مع بعض، ليش لحتى نهتم بحكي